بارك الله فيك. اسمك الله يا شريفه، اسمك الله. كبي شو اخواتك ليش؟ سميتي فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء. انا سميتي فاطمه الزهراء. ما عمرك ما عيطتي ليا فاطمه الزهراء؟ لا ما عمري ما عيطت. اول مره. اهلا سعد ناصر، مرحبا بك. اش تجينا انا متغلب ولا اسمو هشام؟ شحال في العمر ديالك؟ 39. اش مدينه نسيا فاطمه الزهراء؟ في وجده. وجده؟ انت وجديه بالضبط؟ لا انا فاسيه وساكنه في وجده. هكاك وساكنه في وجده بالضبط ولا النواحي ديال وجده؟ ها؟ نواحي وجده ولا وجده بالضبط؟ ما سمعتكش حبيبه. وما كيختي ما كتسمعيش انت السمكه واش ما كتطلع معنا السمكين؟ اهلا الريحانه. اختي طفي داك التلفازه ياكي ولا داكشي راه كيطلق طفيه وحيدي لي زيكوتور ياكي وجلسي تصنطي ليا فهمتي وشدي الارض جمعي يديك الا كديري بهم شي حاجه غنجمعيهم ما غينفعوك في هاد الساعه هادي وركزي معايا الا باغا الراجل ركزي معايا الا باغا الراجل وا اختي لا الا سوقك خاويه سير الله يعاونك راه عندنا ما يدار لا لا جاني معاك شنو سميتك؟ سميتي فاطمة الزهراء. شحال في عمرك؟ 37. 37 قولي ديك اللي حداك تسد فمها كون راه تنفع كون نفعتك شحال كون جابت لك الراجل ماشي تهضروك عاجيه كتحل عين هاد القوشه انتي من وجده قلتي ياكي؟ واه عازبه ولا فايت فيك الزواج؟ لا فايت فيا الزواج والله الا كلشي سمك اليوم مطلقه عندكيش وليدات؟ كلشي مسمك ماشي سمك ما عندكيش الاولاد بدون اولاد؟ لا اييه فاش خدامه؟ ما خداماش. ما خداماش قاصه في الدار. واه قاصه في الدار. اييه اختي ديك اللي حداك ولات سكتنا. كاينه شي وحده حداك كتهضر واش انت ما عرفتيش فين تجلسي من غير حدا ديك السيده اللي كتهضر؟ لا ماما. وقول لها تسكت شويه. يلا يكملي معايا الهضره. واختي ولا ورا ديرونجاتني قول لها تسكت واحد شويه وهضري معانا انت هو بزاف. يا بزاف نعطينا ودني لجوج الناس راه بزاف خو اختي فاطمه الزهراء انت قاريه ولا والو؟ قاريه ولا والو؟ لا ما قارياش. كتقبلي التعدد ولا لا؟ ما مسؤولين بجوج كيفاش التعدد ما يعني تزوجي راجل مزوج الى 37 عام وما عارفه شنو هو التعدد وفايت لك مزوجه ومطلقه وصافي كملت طفرت زعما راجل مزوج يتزوج بك سنسية لا يكون ديال راسو ديال راسو ما كتخرجش تعدد تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل؟ لا ضيفنيش بوحديتي ان شاء الله بغات تعيش بوحدها عندها شروط هي عندك شي صنعة تديريها تعاوني بها مع الراجل؟ عندي مسمن وحرشة مسمن وحرشة كتخدمي في مسمن وحرشة في نفس وجدة؟ واه ها؟ واه يعني انتي خدامة ماشي جالسة في الدار قلتي انا ما خداماش لا ما انا ما دابيا ما نخدمش هو اللي ما تخدميش هكا هو اللي خصو يخدم عليك واخا انتي محجبه محجبه اييه كتصلي نقول لك تنصلي وتنقطعها يا ربي علاش اختي علاش اختي هذا صلي ربي فهمتي ربي ودي يعفو علينا كاملين صلي بعدا ودعي الله واخا الراجل اللي بغيتي الراجل اللي بغيتي يكون من وجدانيت يكون كبير في العمر يكون كبير في العمر يكون من وجدانيت لمنين ما كان لا من وجده الا كان فينا واحد وجده ساوريس العيون قرسيف شي عروبيه ديك النواحي ديالكم بحال البو يعقوبات بحال داك النواحي تقبلي لي ولا لا انا نواحي لا انا يكون موجده احسن ليا ابن بطوطه انا سعيدية بركان لا لا يكون في وجدة ان شاء الله وجدة صافي شوفوا هذه بغات راجل ديال وجدة خصنا نجيبو ليها من وجدة واخا لالا هذا الراجل هذا الا كان مطلق ولا مثالي المرا ومعاه الدراري تقبلي عليه ولا لا اش راه الا كانت الا كانت عنده شي بنيته صغيره مرحبا احسن عوانها مسكينه ياه نصنعوا عليها ان شاء الله واخا لا الله ما يسير دوزي عندي الواتساب صيفطي هذه المعلومات يلا هادي انا لو خلصت راه مشيت فيها انايا هادي لو خلصت زعما شتي لك باش نخدم معايا نقلب لها على الراجل هاد الحصيله نص جملي ورايا
مصيبك حالي ايه كارثة. انا قرطني، خلي لك داك الراجل غنزوجها ليه، يبقى يدعي فيا حياته كامله. بنت بطوطه، لا يا بنت بطوطه، المشكل بنت بطوطه. عليكم السلام يا مزون. قالت لك المشكل يكون عنده بنت صغيره ماشي كبيره باش تحكم فيها كيف بغات هي. السفته هذه راه ما تزطش الشمعه على الراجل، قالت ليها على البنت صغيره ولاد البنت كبيره. هذه راه الراجل شخصيا غيرجع ليا في السيمانه الاولى، هذه رجع ليا في النهار الاول. واش هي وما كيهضروا ضربه وحده، راه باينه علاش طلقات، راه باينه. نيشان اللي خارج على واحد النوعيه، ماشي كلشي، واحد النوعيه ديال البنات ولا حتى الرجال تيخصو يهضر، خص مو لا با اللي ينوب عليه دائما، خصو دائما شي حد ينوب عليه، يا مو يا با. واو مزيان تمشي مع البنات، راه تقدري شي راجل خصك تهضري معاه يمشي عند مو تيتفق معاه، وعاد يجي لي ما تفهمش انت واه علاش غدا يمشي يصور مع مو، تقول ليه بلان خرج، قال ليه بلان، يقول لك هذاك البلان يتفهم عليه بحنا كاينش، راه مي قالت ليا ما كاين ما شي باش يقول لك مي قالت ليا، يقول لك فاس مي راه قالت ليا، يبقى يسمع لمو بزاف، راه مو قالت لي، راه با قال لي، فهمتي خص منين تقصد انا ما يستر. شكرا هو سيدي دابا هاد الماركه راه طلقات حيت ما هادشي ما تقول لها ما، وجيت تقول وجيت تقول لما شكرا ما يستر. كبسوا يا اخوان، كثروا من التكبيس، بغينا نوصلوا ل 100000، الا وصلتوا ل 100000 راه باقي. يلا يلا لاصقه مع الله، لا جانا قطعات الحبل السوري.